الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح عيسى عليه السلام هو الحق الذي لا يحوم حوله باطل، والحق أعلى رتب الصدق. أتدري لماذا؟ لأنه من ربك. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فلا تكن من الممترين الشاكين، واثبت على ما أنت عليه من الحق المبين، والحذر كل الحذر من المتكلمين والمشككين والمجادلين. والخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، وفي ذلك تثبيت وطمأنة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. الحق من ربك فلا تكن من الممترين.